قناة دينك نجاتك للتصاميم الدعوية. أحسن الله إليكم، هل ما يحصل في مجموعات الواتساب من حوار ومشاركات تسري عليه أحكام المجالس من حيث الغيبة أو ذكر الله أو غيره؟ نعم، هو مجلس وهو من أخطر المجالس، وهذا أنا أسميها الجليس المعاصر، وهو أشد من الجليس التقليدي العادي، لأن الجليس التقليدي العادي تجلس معه ساعة ثم تذهب إلى بيتك، أما هذا الجليس فقد تجالسه وأنت على سريرك وأنت مع أهلك، بل للأسف طغى هذا الجليس على كثير منا، فأصبح بعض الناس يجالس هذا الجليس ولا يجالس أهله ولا يجالس أولاده، بل بلغني أن بعض الأسر أصبحت وهي في البيت تجالس بعضها عن طريق هذه المجالسة، فالزوج يرسل لزوجته والزوجة تجيب عليه وهم في بيت واحد، والولد في غرفته والبنت في غرفتها، وكل يتحدث بطريق هذه المجموعات، ولا شك أن هذا مرض خطر وينبغي التنبه له، لا شك أن له أحكام المجالس، وأنه ينبغي للإنسان أن يختار الجليس الصالح من هذه المواقع. ومما أحذر منه تحذيرا شديدا أن يتساهل الرجال والنساء في التحدث عن طريق هذه الوسائل، فإن هذا من أعظم حبائل الشيطان اليوم ومن خطوات الشيطان، وأنا أرى أن الواقع يجعلنا نقول إنه لا يجوز للرجل أن يحدث المرأة في هذه المواقع، ولا للمرأة أن تحدث الرجل في هذه المواقع إلا في حال الضرورة، حتى لو كان عندها سؤال لشيخ أرى أنه ينبغي أن تخبر زوجها أو تخبر أخاها فيتحدث مع الشيخ، إلا إذا كان لضرورة وسؤالها ما تستطيع أن تطلع عليه الرجل أو نحو ذلك مع التحفظ الشديد، لأن الواقع يا إخوة أن هذا أصبح محبل حتى لبعض الأخيار، تبدأ المحادثة وعظ تذكير بالله، ويا أختاه اتق الله، ويا أختاه توبي إلى الله، وبعدين ترسل له وردة. وبعد فترة ربما هو أرسل وردة فيصيدهما الشيطان، ولا يغتر الإنسان بالخير الذي هو فيه، بل ينبغي أن يبتعد عن الذرائع. فالخلاصة أن هذا لا شك من المجالس، وأنه ينبغي أن ينتقى فيه الجليس، وأن يحذر الإنسان من شرور هذه المواقع، والله أعلم.